بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، نحن الآن في مكة المكرمة في الأرض الشريفة، وهذا وقف الهيئة العالمية للمساجد. حنبني إن شاء الله مبنى ريع هذا المبنى بإذن الله، حنبني به مساجد حول العالم، حنرمم من مساجد حول العالم، طباعة مصاحف، طباعة الكتب التي تفيد الأئمة أيضا ونشر العقيدة الصحيحة، كفالة الأئمة والخطباء. شاركوا وساهموا في هذا الوقف الذي فضله عظيم، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن الصدقة الجارية: الذي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية وأين يا أخواني؟ في مكة المكرمة في الأرض الطيبة. لك أيضا فضل الزمان وفضل هذا الصدقة العظيمة، مساجد حول العالم تشارك فيها في العالم حول العالم كله. شاركوا في هذا الوقف، انشروا هذا المقطع عشان ربي يوفقكم. الله يوفق كل من نشر هذا المقطع وكل من ساهم في هذا المقطع. اللهم بارك في ماله وفي نفسه، وسع في رزقه يا رب العالمين، ولا تحرمه الأجر المثوبة. والله يوفقكم. الحسابات موجودة تشوفونها الآن على الشاشة، تشوفون كل حاجة. انشروا هذا الخير. الله يجزاكم.